اليوم الاول كان المحور الاخير في الجلسات ديال هذا المؤتمر العالمي للبرلماني للشباب الاشتراكي وموضوع الاستدامه، وكيفاش يمكن نصنعوا واحد الوثيقه ترافعيه عالميه تتعلق بالمناخ، تتعلق بما يتعلق في موضوع الطاقات المتجدده، في موضوع الاخطار، الاحتباس الحراري، لانه هذا اليوم ولا الموضوع الاول في العالم هو هذا النقاش. المغرب احتضن الى تتعقلوا في 2016 لا كوب 22 اللي كان كانت واحد لو تورنو مهم في النقاش العالمي حول المناخ. واليوم البرلمانيين الشباب الاشتراكيين من مراكش تيعتبروا انه ضروري نخلقوا واحد الاطار تفاوضي هو غيتخلق في المغرب، وغادي يكون عندنا الحظ والشرف باش نكونوا على راسه، ولكن وثيقه تفاوضيه عالميه حول المناخ اللي تنطلق من هويتنا الاشتراكيه الديمقراطيه بطبيعه الحال. لانه هذا الموضوع ديال المناخ شنو المشكل فيه؟ المؤسس ديالو هو الخلاف بين جوج توجهات عالميه كبرى، توجه الصناعيين ود القوى الكبرى اللي هما توجهات ليبراليه، والتوجه الاشتراكي العالمي الاجتماعي اللي هو توجه يهدف الى حمايه البيئه وحمايه الارض، لانه هذا غنعيشوا فيه كاملين. اذا بطبيعه الحال هذا يفسر علاش القوى العظمى ما بغاش تسني الاتفاقيات المتعلقه بالاحتباس الحراري. اليوم كان نقاش مهم لانه كانوا عندنا تدخلات من برلمانيين من ثلاثه او اربعه القارات، وكل واحد يتناول الموضوع من زاويه اساسيه. المهم ماشي هو التشخيص معروف، المهم هو ما طرحه هاد البرلمانيين من الشيلي والاكوادور والمكسيك والبرازيل من قوى دوليه مهمه من المغرب كذلك حول المستقبل ديال هذا الشيء ديال الاستدامه والبيئه. جلسه كانت جد غنيه، لانه اللي جميل في هذا النوع ديال يعني ديال المنتديات وهو يعني التقاسم ديال التجارب. انا كان عندي يعني الشرف انني قدمت بعض المعطيات حول التجربه المغربيه، ولكن ايضا كانوا مشاركين من دول اللي كانت عندها واحد النوع ديال الرياده في مجال ديال الحميه الشمعيه، كالبرازيل ككولومبيا، كانت المسيره ديال الجلسه من تونس. يعني هذا لا يمكن الا ان يغني هذا النقاش هذا ويعطي معلومات اكثر وفكره اكبر لهذا البرلمانيين الشباب اللي كنتمنوا لهم التوفيق. اول حاجه المساله ديال العرضانيه في التعميم ديال الحمايه الاجتماعيه مساله مهمه جدا. الحمايه الاجتماعيه والورش ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه اللي اطلقه صاحب الجلاله نصره الله عنده هذا الطابع العرضاني بطبيعته، وتجربة اللي كانت عند المغرب كجميع الدول من بعد جائحة كوفيد خلات أنه يعني القطاعات الحكومية اللي ما كتدبرش مباشرة الملف ديال الحماية الاجتماعية خدات يعني وعات بالدور المهم ديال يعني تعميم الأنظمة ديال الحماية الاجتماعية، وخصوصا تعميم ويعني تمكين الساكنه اللي كتعاني من الفقر ومن الهشاشه من برامج الدعم الاجتماعي، لانه الدور الاساسي ديال الحمايه الاجتماعيه هو التمكين من دخل بديل في المده اللي كيكون فيها الشخص ما قادرش انه يوفر الدخل ليه والعائله ديالو. هذه المساله هذه كما قلنا يعني الطبيعه ديال الموضوع ديال الحمايه الاجتماعيه بجميع مكوناته، من اجباري اساسي على المرض، من تقاعد، من تعويضات عائليه، من تعويض عن فقدان الشغل، من تغطيه ديال حوادث الشغل والامراض المهنيه، كيقيس ايضا سياسات عموميه اخرى بطريقه مباشره عنده علاقه بالسياسه الجبائيه، لانه مثلا الشراكات مبنيه على الدخل، كيف يجب تحديد هذا الدخل الذي سوف يتم احتساب الشراكات عليه، شكون هي الفئات اللي غادي تكون كتادي الشراكات بسيطه ويعني في المتناول، والفئات اللي على حسب الدخل ديالها ما حد الدخل كيعلى، وحال الشراكات ايضا كتعلى. دونك كاين واحد الارتباط مباشر بالمنظومه ديال الجبائيه في اطار تحديد الدخل، ولكن ايضا في اطار التحصيل، كيف يتم تحصيل الشراكات اللي عندها علاقه بالانظمه ديال الحمايه الاجتماعيه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.